يا مساء الفل، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي. وفي البدايه كده خلوني يعني ارحب بواحد من نجوم نادي الزمالك اللي بحبه على المستوى الشخصي، كابتن صلاح سليمان، منورني ومشرفني. بنورك يا مينا طبعا، وبعز نفسي وبعز الشعب المصري طبعا في وفاه احمد، وربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله ويصبرنا. امين يا رب. ومليون سلام على الكابتن احمد سليمان، يقوم بالسلامه يرجع لاهله سالم ان شاء الله بصحه ان شاء الله. كويسه ان شاء الله. ومبروك للزمالك النهارده. الف مبروك. يمكن كمان عشان نطمن الناس على كابتن احمد سليمان، العمليه تمت بنجاح ان شاء الله. ان شاء الله الفتره اللي جايه نشوفه تاني وسطنا ويرجع احسن من الاول 100 مليون مره. مبروك، الف مبروك. الزمالك قدر يفوز بهدفين مقابل هدف على نادي طلائع الجيش، اللي خلى المكسب ده يخلينا ننط في جدول الترتيب للمركز الرابع. طبعا مركز لا يليق بنادي الزمالك، الظروف عارفينها كلنا، ولكن الحمد لله لحد دلوقتي بنبدا نرجع مره تانية. معانا غيابات كتير، غيابات مهمه، ويمكن هتكلم مع كابتن صلاح على كل الغيابات دي، ولكن الحمد لله 3 نقاط في جعبه نادي الزمالك، واللي جاي افضل ان شاء الله. خلوني يمكن في البدايه قبل ما ابدا الحلقه والحديث عن الزمالك، يمكن كان في خبر او بيان من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، خليني اقراه لحضراتكم مع بعض على الهواء. قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ أحمد شوبير، ووفقا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورا، حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول. فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها. وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة، حرصا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق. وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها. طبعا احنا بنحترم ونقدر كل قرارات الشركة المتحدة للإعلام. عايزين بقى نتكلم عن نادي الزمالك. نادي الزمالك رجع مرة تانية بعد يعني عدة، عايز اقول تعثرات، تعادلات بالجملة، خسارات، ولكن رجعنا مرة تانية، تالت مباراة على التوالي نقدر نفوز. شفت فوز النهاردة ازاي يا كابتن؟ طبعا مبروك طبعا نادي الزمالك وجمهوره. الموضوع الفنية شوية، نادي الزمالك الفترة اللي فاتت تذبذب باين في الناحية الفنية، بيغيب من عندك أسماء كتيرة أوي، وبتجرب عناصر شابة برضو، الوعي الخططي بتاعهم مش كافي برضو، فاهم؟ وناقصك ناس كتير، فطبيعي المستوى الفني يبقى متذبذب، يبقى متراجع شوية. النهاردة لحد ما الشوط التاني الزمالك لعب كورة شوية كويسة الحمد لله يعني، بس الناحية الفنية في إلى حد ما إذا أنت بتتكلم متعثرين بتقل، ليها اسبابها طبعا يعني، ليها اسبابها. عناصر مهمه في الفرقه ما تبقاش موجوده، زي ما انا قلت لك برضو انت بتطلع ناشئين الخبره بتاعتهم مش كافيه، وكمان انت النتائج من البدايه، من زمان كنت بتكلم معاك من بدري، مش موضوع ان انت تقيم الزمالك في الدوري شويه كان بعيد. انت من بدايه الدوري اسوريو كان خسران بنات كتير قوي، وفي بدايه الدوري حوالي بعد 12 ماتش كان خسران 14 بوينتس باين او حاجه زي كده، فكتير قوي. فانك عشان تستنى مردود كويس من الفرقه في ظل المشاكل، في ظل برضو الغيابات، فكويس انك بتطلع بنتيجه ايجابيه 3 بوينت، بتحسن من مركزك في الدوري طبعا. بالنسبه لك اهم المكاسب من المباراه؟ يعني انا لو سالتني سؤال زي ده اقول لك انا بالنسبه لي الناشئين بيبداوا واحده واحده ياخدوا ثقه. انت ليك رؤيه ثانيه، ايه اهم المكاسب من المباراه زي دي؟ طبعا انا مش موضوع رؤيه تانية ان انا ضد ناشئ او حاجه، لا طبعا. طبعا الناشئ بيتعلم وبياخد خبرات وبيغلط والكلام ده كله. طبعا الزمالك عنده فرصه كبيره قوي ان هو يجرب ناس فيها في التفاصيل دي، ويشوف ناس من ناشئين كتير. الوضع ومنافستك على الدوري يديك الاحقيه ان انت تشوف وتجازف انك تشوف ناشئين كتير، بس انا شايف ان المردود منهم شويه عندهم الهيبه يعني. الملفت ممكن 2 لعيبه ممكن يبقوا ملفتين شويه، وانا مش هحدد اسماء برضو عشان دول ناشئين، فاهم يا مينا؟ برضو مع لازم ما انا مش هقدر اقيم من ماتشين 3 برضو ما تظلمش، وبيلعب في وسط فاهم
اه طبعا هيبان بوادر منه ان اذا كان هو لعيب كويس او لا، بس لازم برضو لما انت تحط ناشئ يبقى عنده الامكانيات الكافيه ان هو يعاصر الكره مع الفريق الاول ويعاصر القوه والجري. انا اشوف ناس موجوده في التيم اللمسه الفنيه بتاعتهم كويسه وعندهم المهاره وعندهم التكنيك في الاستحواذ وعندهم حاجات كتير والدريبل، بس الوعي الخططي بتاعهم بعيد قوي. تمركز امتى ياخد قرار ان هو ياخد القرار انه يقطع بالمهاجم او لا، يشوط امتى، يباص امتى، في تفاصيل كده هي دي بالخبرات والمواقف. انما حد ملفت فيهم قوي ممكن المساك احمد مجدي شويه بيعرف يبص الكره من تحت، بس برضه حته تمركزه غلطه النهارده كانت قله خبره. موضوع الغلطه اي حد معرض ليها، بس هو ممكن كان لو اخذ الخطوتين اسرع، يعني هو رتمه عشان رتمه هادي شويه، يعني ستايل لعبه قريب للكابتن هو القباني، بيحب يباصي، بيعرف يباصي برجله كويس على فكره، الشمال ويمين بيطلع الباص صح وكويس، بس لازم يبقى عنده الشراسه ان انا بدل انا اوكي الكره جايه بالعرض وهشيلها، لا اخد الخطوتين ويبقى عندي التركيز ان انا اطلع واقف بدري شويه اصلا. اروح خطوتين بدري بدل ما الكره اللي تجيلي، يعني الكره ما تجيليش، لا انا اللي اخد الخطوتين واشيلها. فانا مع الوقت هيتعلم. كنت عايز اتكلم معاك عن كابتن عبد الله السعيد، ولكن تعالى كده نستعرض مع بعض تصريحات جوزيه جوميز بعد المباراه وللساده المشاهدين. جوزيه جوميز كان ليه تصريحات مفيده جدا الحقيقه. قال قمت باتباع سياسه التدوير في تشكيل الفريق خلال مباراه طلائع الجيش التي اقيمت اليوم في مسابقه الدوري المصري الممتاز، عمل روتيشن زي ما هو كان عايز. الفريق لم يكن جيدا في الشوط الاول ولم نظهر بالشكل المطلوب والنتيجه لم تكن عادله، ولكن هذه هي كره القدم، من الممكن ان تتفوق حتى اذا لم تكن تستحق. يجب ان نصبر على محمد عاطف لانه ليس ظهير ايسر ويلعب في هذا المركز بسبب النقص العددي في هذه الجبهه. محمد عاطف لم يلعب بشكل جيد في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني تغيرت الامور وظهر بشكل جيد. نضاي لاعب ضمن الفريق، واذا كانت لديه اي مشكله قانونيه سنناقشها معه، وفي حال رحيله فالزمالك يمتلك العديد من اللاعبين. لماذا ننشر القائمه من الاساس؟ واذا كان لدي لاعب سيغيب عن المباراه، لماذا اخطر الجميع بذلك؟ سنغلق على الفريق في خلال الفترة المقبلة لأن ذلك سيكون أفضل للنادي في المستقبل. وقال في نهاية حديثه محمود عبد الرازق شيكابالا تعرض لإصابة قوية تسببت في تأخر عودته للفريق لأنه سدد الأهواء بدلا من الكرة، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير معه، ونتمنى أن نراه في الملعب خلال أقرب وقت ممكن. وده أكيد دليل على أن جوزيه جوميز مهتم جدا بوجود شيكابالا في ال11 الاساسيين. كابتن صلاح سليمان، قبل كابتن عبد الله السعيد، تعليقك على تصريحات جوزيه جوميز. طبعا مدرب واقعي بيتكلم على ده، الزمالك كمجمل وضع ضغط، اديله الكره يحل ويلف ويعمل بصمه بين خطوطه ويعمل 10 ولا 8 10 و8 بيلعبها كويس، ولو لعب 6 يلعبها كويس. لو انت مدرب نادي الزمالك 10 ولا 8 هلعبه 10 وخليه ينزل شويه 8 من ناحيه الليفت، مش رايت. مش عايز استغنى عنه في حته، يعني انا هلعبه 10 يعني هو انت بصيت لها 10 يأديها 10 على 10 هيأديها كويس قوي، بس و8 هيأديها. في مواقف السيتويشن لما انت عبد الله السعيد اتحط في الزون في النص الملعب، لما انت بتبرد يحللك حل كبير، ما سيبوش الكوره على ما توصل له بقى، لا اقربه سنه. ساعه لما الكوره نبدا هجمه من تحت من عند الجول بتاعي لازم اقربه في 8، خلاص الكرة راحت من على اي باك من الفول باك من الاثنين او اي واحد من بتوع نص الملعب وزق جوه تحت ال 10 وزق تحت الاسترايكر، خلاص ده اهم مكان لي هي كل حاجه بقى. خد مان اوف ذا ماتش النهارده، شايف ان هو استحقها طبعا. جاري في الدقيقه 62 عمل مس باص، مع احترام يعني عادي، يعني فاهم لو لعيب لسه جايبه او ايا كان لعيب لسه ما عندوش رصيد، عنده رصيد بس ماتشين في الدوري المصري ممكن يقف وما يجريش عليها يضغط. دي 62 وهو عبد الله السعيد وعنده 39 سنه باص الباص غلط، اول واحد عمل البريس بعد الكوره واسماء واقفه في التيم مش ما عندهاش الفكر ولا الوعي التكتيكي ان هي بتعمل معاك، ممكن لعيب تاني يقف عادي، ما ده انا عبد الله السعيد، لا هو الصح بيعمل اصح حاجه، انا اتقطع منه الكرة وانا جايب جول، لا مفيش الكلام ده، او عامل جول مفيش الكلام، لا انا هجري واضغط وعايز اجيبها كأن انا اصغر واحد، وبيجري وبيقدم ناحيه الفتنس بيكمل. فعبد الله لثالث مباراه على التوالي مان اوف ذا ماتش رغم كل الانتقادات اللي كانت، بس فيهم ماتش كان المفروض ما ياخدش فيها وياخد اللي قبله ياخد اللي قبله. ايوه برافو عليك.
رغم كل الانتقادات دي قادر يفصل، قادر يحط السماعات في ودنه، انا مش شايف حد ومش سامع حد، انا بلعب بستمتع. هو انتقاء زي ما انت بتتكلم انتقاء، هو الكابتن عبد الله من زمان السماعات دي محطوطه معاه من هو منتخب الشباب ومنتخب كله هو كده من زمان. الكابتن عبد الله وضعه فكره شخصيته هو ده، وممكن تفاصيل شويه يتدخل ويتكلم معاك وتحس ان هو بيزعق او بيتكلم في الماتش ماتش او تمرين انت ما كنتش على نفس الفكره او على نفس التنفيذ، مش مهتم بالتفاصيل دي، اتعصبه الحاجات دي يخلي صوته يعلى. انما عادي قاعدين وبيتكلم او ما فيش اي حاجه، لا هو هادي واخد كاريزما لوحده ووضعه لوحده لا عبد الله السعيد زي ما بقول لك هو مختلف في تفاصيل كتير. مين تاني لاعب في المباراه يلفت نظرك بعد كابتن عبد الله؟ يلفت نظرك بعد كابتن عبد الله؟ عمر جابر وناصر على فترات. ليه ناصر على فترات؟ ناصر عشان بيلعب فري مش محدد. ناصر الماتش ده حس ان هو بيلعب فري شويه، مش ملتزم بالثمانيه او تحت الفورورد، لا هو عمال بيجري فري قدام الاثنين السته، هو رايق في طول الطريق وبيطرف في طول الملعب بالعرض، ايفن كمان على الخطوط بياخد نفسه بيلعب على الخطوط اكتر، فبيبعد نفسه على اماكن الخطوره. انما لما بيستلم من القلب وما بين الخطوط وقريب للجول خطير طبعا، بس تحدد البوزيشن بتاعه، مش يبقى ما تخلوش يجي من اقصى اليمين لاقصى الشمال، هو ما عندوش الفتنس ان هو يخليه يعمل الكلام ده. ما تخلوش فري قوي كده تمام، يعني لو حدد له مهام هيبقى جامد قوي طبعا، وهو ادى كويس. ما انت بتسالني مين بعد كابتن عبد الله كويس؟ عمر جابر وناصر طبعا. شلبي ساعات بيسرح، ساعات بيبقى بيقدم مباريات هايله جدا، ساعات تحسه لا يا شلبي انت عندك احسن، مستواك فيه افضل من كده. ايه المشكله؟ مشكله شلبي التركيز فقط لا غير، قوامات فنيه بدنيه كجاري ذكي، بس بيجي شويه لما بيعمل الدريبل ان هو بيحس ان هو عمل عدى واحد واثنين بتحس ان هو بيزودها، ما عندوش رؤيه ان هو قبل ما بيعمل الدريبل الثاني او التالت وهو بيجري الكوره يبقى محضر، فجاه بتلاقي بتحس ان هو اكشن كده، لا مينا في وشه، لا انت لازم من بدري تبقى محضر. هي التفاصيل دي عند مصطفى كتير، يفضل يجري بالكوره يجري كتير، اول ما يخش جوه الملعب والتفاصيل يعدل على عدلته فجاه تلاقي مينا قدامه، لا انت لا دي تمرين في التدريبات ولا دي هنا حاجه هنا حاجه هنا تركيز هي في مخه خلاص، انا وانا بعمل انا محضر، انا خلاص عملت اخدت القرار ان انا اعمل دريبل من نص الملعب وهكمل، عديت واحد والتاني ودخلت لجوه انا ببقى محضر، لا مصطفى هو موطي يعني تفاصيله كتير، موطي هو بيجري بقى كويس وبيعمل كل حاجه، انما انا كصلاح لو مدافع بعد تاني دريبل عايز واحد يصدم على طول تاخد منه اي كوره عشان هو مش محضر، اللمسه الاخيره بتاعته مش متحضره، ايفن كمان ده هي دي اللي قليله في مصطفى. وكمان مش هتلاقيه على الجول كتير مينا، يعني بيعمل حاجات كتير قوي ما ينفذش على الجول، انما هو لعيب كبير لو ركز في الحته اللي هو قبل القرار الاخير، اللمسه اللي قبل الاخيره ده هو بيجري بيعمل دريبل او هو بيفنش مثلا، مصطفى يبقى لعيب كبير، هو ناقصه دي. اخر مباراتين جوزيه جوميز لعب بالتشكيل في اربع لعيبه تقريبا كان بيعتمد عليهم اعتماد كلي، زيزو حسام عبد المجيد محمد شحاته زياد كمال. انا بتكلم على اللعيبه اللي راحت المنتخب لكن لو على يعني لو اللعيبه الثانيه انا بتكلم على اللعيبه اللي راحت المنتخب، ده الفتره اللي جايه هو مش هيفضلوا موجودين. انا سمعتها على فكره مسلوسي ايوه حلوه التخشيشه، مسلوسي شايل كتير بصراحه، بس انا بتكلم على اللونج تيرم، ازاي جوزيه جوميز يقدر يتعامل مع، شكرا على فكره انك فكرتني بالمسلوسي، ازاي جوزيه جوميز يقدر، انت اللي مش مركز بذمتك؟ لا انا مش مركز، انت بقى اللي مش مركز. ازاي جوزيه جوميز يقدر يتعامل الفترة الجاية من غير الأربعة، ثلاثة منهم أساسيين وواحد كان تبديلة أساسية. يتعامل ما هو النهاردة ما هو اتعامل بس مش بالشكل الأمثل، أنت نفسك عارف، يعني هو نفسه ما هو كأداء ما هو إجباري يا منى، ما احنا مدينا أسباب إن هو بيعمل روتيشن في ناس كتير، وفي ناس أصلاً أوريدي غايبة مصابين، ناس كتير بعيد، وناس زي أنت بتتكلم في منتخب أولمبي، فهو بيدخل عناصر جديدة من الناشئين، عناصر الناشئين دي لسه أول بتحط في سيتويشن ضغط وبيبقى عنده طموح وان هو عايز يبقى مكمل ومضغوط وده ممكن يبقى عليه بالسلب في تفاصيل كتير، فانت ما تستناش اداء امين بجد، ما اصل هي ادوات، ما هي ادوات، انت نفسك قلت الزمالك مذبذب بقاله 3 ماتشات
ليه؟ عندك اسبابك، في عناصر مش موجود، مش عارف مين بيبقى بعيد، بتجرب ثلاث ناشئين كل ماتش، خد بالك بتكسب. ما انا بقول لما بيبقى فول تيم واحنا زعلانين، انت كمان انت بتتكلم وانت زعلان، ما هو ده هو ده الزمالك بقى. يعني انت لازم تبقى وانت بتكسب، حتى جمهورنا وانت بتكسب يبقى انا متمتع، وايفن لو ما كسبتش بجد والله ومتمتع وخلاص ومتمتع كرة وفنيات ولعب الكرة بتاعتنا اللي شكلها حلو والوينجر يكمل وكله وتشوط ومش عارف ايه وتنوع اللعب بتاعك، كرة الزمالك الحلوة اللي على الارض دي خلاص عادي، مش مشكلة النتيجة دي اصلا كده كده النتيجة مش بتاعتك انت اصلا، بتاع ربنا من بدري. فكأداء عنده الزمالك عنده عذره طبعا، وحتى كمان ايفن لو انت عندك هدف بطموح كمان اقوى من كده اللي هو انا عايز انا خلاص انا بنافس على الدوري برائع او قريب او التفاصيل دي، بس هو لازم اللعيبه برضو يبقى مجدد الكلام ده بان هدفه يبقى في سوبر، هدفه الماتشات دي كلها اعداد لسوبر، اي حد من الناشئين اللي بيطلع امسك فيها الفرصه، انت لسه هتاخد مره واثنين وثلاثه، لسه انت عندك مساحه ان هو يديك يعمل روتشن كتير، جوميز عن بتفاصيل الناس اللي غايبه والناس اللي في المنتخب، الناشئ اللي هو طالع لا ما تاخد فرصه كمل، وانتوا الناس اللي مضيتوا من 2003 فاهم الفرق العقليه ما بين الناشئ ده والناشئ في مكان تاني. دي انت قلت يعني شفت انا مش عايز ادخل المواضيع في بعض، بس هو لامين يامال حاجه مرعبه، قرار وقرارات في الملعب، سيبك من الجول، ده الجول ده اخر حاجه ممكن نتكلم عليها، هو في الملعب قراراته شخصيه انسان، وبره الملعب وهزاره وانسان تاني، ازاي لعيب يطلع ناضج النضج ده، تحس انه بقاله 10 سنين في الملعب، اتدرب مع مدربين العالم، هو لسه بيبدا حياته. ما انا مستغربه بجد، و16 سنه صعبه قوي بجد يا مينا، ما فيهاش غير 16 سنه يعني انا مش هتلاقي اكيد شغل. انا مش فاكر نفسي وانا 16 سنه كنت بعمل ايه في حياتي، يعني مش فاكر اصلا دي أكيد. كتر ما انا كنت فعلا صغير لسه 16 سنه يعني. اكيد طالع في بيئه فيها نظام وفيها اسس وفيها انسانيه وفيها، بس الموضوع هنا ما هنا برضه، ما عشان هو بيشوف يمينة من صغره وهو طالع في سيستم كويس ومنظومه كويسه وبياكلوه كويس وكل حاجه بيرفكت زي ما هم بيقولوا، فاكيد لما يطلع حد موهبه بالشكل ده زيه زي ميسي مثلا او زي احد من اللعيبه الكبيره اللي هي بتطلع وسط، بس ده هو صغير مختلف عن ميسي عن الباقي. وميسي يعني خليني ميسي اوقع يعني، ميسي هو صغير بس عنده 16 سنه ما عملش لامين يامال اللي عمله عنده 16 سنه، طبعا مع فارق ميسي ده بالنسبه لي ده التوب في مكان تاني، ده التوب. بس لما ترجع كده ميسي اول ما طلع ولامين يامال، لا ده احنا داخلين على معجزه يعني، معجزه حقيقيه يعني، ربنا يحميه ويقعد يكمل ان هو هيتحسد كده كده. هو هقطعك بس في الموضوع طبعًا. ده فكره بالنسبه لي انا ممكن شايف ان هي الموضوع، انت بتتكلم على الطلوع، ان برشلونه دلوقتي ما فيهاش اللعيبه اللي هي اصلا كتير جامده قوي يعني، مش زي زمان يعني، هتلاقي اتنين تلاتة مميزين، مش جيل بقى تشافي وانياستا وبيولو، برافو عليك، لو هو طلع في اجيال اسماء جامده قوي مش هياخد هو الشو كله، صح؟ لا هي ممكن حتى منتخب اسبانيا نفسه، طبعا منتخب اسبانيا ما فيش اسماء غيره هو، ما انا بتكلم انت طالما انت منتخب اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه يعني فاهم يعني اوريدي، هو واخد الكادر هناك، ما فيش لعيبه جامده هناك مثلا في برشلونه بدري او كام لاعب كده، هو خلاص اخد الكادر واخد المسؤوليه سبحان الله، والثلاثه الجامدين في مدريد مش اسبان اصلا مثلا اللي برازيلي ورودريجو فخلاص هو بيتحضر كمان، هو شكله بيتحضر ان هو يبقى احسن لعيب وبلندور سنتين ثلاثه، عنده الامكانيات مش طبيعي، بس ازاي بتحكم في ريتم ماتش وانا عندي 16 سنه ونص، وريتم ماتش ايه ده قبل نهائي وتلعب مين، فرنسا وحوش سيستم الدفاع بتاعهم العيال اللي موجوده، لا وخسران 1-0 واخد القرار ان انا احط شوطه زي دي يمينة، لا لا لا، وكمان اللعيبه انت انا ببص بطريقه تانية مختلفه، لما انا كمدافع ابص لما الكره تجيله اللعيبه خايفه تروح عليه، خايفه ترقص، تويو هرنانديز ده الباك ليفت ده بيخش في اي حد بياكل رجله، اول ما الكره تيجي ناحيه يمين لا خايف ستوب، بجد باين على الارض على طول، ما خلاص بيعمل عنده التفاصيل دي لا ما اختلاف زي ما انا بقول لك ان هو طلع في وقت برشلونه ما كانوش جامدين قوي، واسبانيا طبعا المنتخب بتاعه مش جامد يعني ما فيهوش الاسماء اللامعه قوي، فهو اخد الناشئين اللي طالعين دلوقتي لسه برضو مقصرين في حق نفسهم عندنا طبعا العقليه بتاعتهم مش زي كل جيل بيختلف، كل جيل بيختلف بجد، التربيه والعمل الفسيولوجيه والنشاه بتاعته حاجات كتير بتاثر في لعيب الكوره بجد، حتى انت زمان ايفن لو انت ما كنتش عندك سيستم ولا عندك اي حاجه كناشئ
وبتروح مثلا سوري تاكل كشري وبتنزل تلعب ماتش ولا فاهم. هو على فكره الكشري كان كويس زمان واحنا صغيرين، منتخب الشباب مش شباب او ناشئين كنا طبعا كله كارب يعني كان شويه ممكن ناكله يعني فاهم. ف انت التفاصيل هنا منها شويه زي ما بقول لك ان قول معايا رجعني لسه عشان حته الناشئين وحته انه طالع ايه البيئه اللي حواليه يعني. هو دخل الاختبارات اتقبل في النادي وسط كام واحد عدى على المدربين حاجات كتير والله، حاجات كتير لازم عشان تطلع لعيب كويس لعيب هتشتغل على حاجات كتير قوي، جوانب فنيه، جوانب فسيولوجيه، جوانب نفسيه، حاجات كتير قوي. النشأه بتاعته بياكل كويس ولا عقليته ايه، البنيان بتاعه، التفاصيل، تفاصيل كتير قوي عشان تطلع نجم كبير. مش اللي هو يلا انت بتعرف تلعب كوره وعندك التالنت وعندك الموهبه يبقى انت خلاص تبقى نجم كبير. لا لا لا، في حاجات ثانيه عامل مؤثرات كتير قوي. اخر 5 سنين مين افضل ناشئ بالنسبه لك؟ في مصر؟ اوسعها شويه، خليها 10 سنين. 10 سنين؟ هو دلوقتي ما بقاش ناشئ طبعا، دلوقتي بقى يعني 27 28 اكيد يعني. انت بتتكلم على مين؟ لا لا مش بتكلم على حد، بقول لك عامة. يعني دلوقتي هتلاقيه 7 8 انت بتحسب مثلا لو من 10 سنين وهو عنده 17 18 سنة مثلا. صعبة. لا في اسماء كتير يعني، في ناشئين كتير طلعوا يعني. انا بالنسبه لي مفتوح ناشئ ولاعب كبير قوي، وامام عاشور لاعب كبير قوي، اوباما كان لاعب كبير قوي، مصطفى فتحي ناشئ ولاعب كبير قوي، في اسماء كتير. في اسماء كتير، رمضان صبحي لاعب كبير قوي وناشئ، في اسماء، تريزيجي كان ناشئ برضه من 10 سنين، وفي اسماء، في مواهب كتير كويسه مختلف عن الجيل دلوقتي. بكتير، ما انت هتشوف. نطلع فاصل؟ اتفضل. بالفراعنة الغزال حصل على جائزة ثاني أفضل لاعب في قارة إفريقيا في عام 1984 والثالث في عام 1985، وهي الجائزة التي كانت تمنح بشكل رسمي بواسطة فرانس فوتبول، كما اختير ضمن تشكيلة منتخب إفريقيا للقرن الماضي. وحقق إبراهيم يوسف لقب الدوري مع الزمالك في عامي 1984 و1988، كذلك كأس مصر في عام 1979 و1988، كما عانق مع الفارس الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختي 1984 و1986، بالإضافة إلى لقب الأفرو أسيوي في 1987. واستطاع الغزال الجمع بين الموهبة الكروية والأخلاق الرفيعة ليسكن ويتربع داخل قلوب عشاق وأنصار ميت عقبة. كما خدم إبراهيم يوسف في جهاز الشرطة وحصل على رتبة لواء في مديرية أمن القاهرة، بالإضافة إلى تولي عدة مناصب فنية وإدارية في الزمالك، أبرزها عضوية مجلس الإدارة، كذلك مدير الكرة. واستيقظت جماهير الكرة المصرية بشتى ميولها في الثاني من شهر رمضان من عام 1434 هجرياً، 11 من يوليو من عام 2013، على فاجعة رحيل أسطورة الزمالك إبراهيم يوسف. الغزال لن ننساك أبداً، ستبقى ضحكتك الصافية حاضرة في خيالنا، ومواقفك البطولية في حب وعشق الكيان الأبيض خالدة في قلوبنا على مدار الدهر.
رحم الله الغزال الأسمر إبراهيم يوسف. أنا ما بعتبرش نادي الزمالك الحقيقة نادي طبيعي ونادي عادي، ده كيان عايش جوانا، يعني احنا كلنا بنتشرف بيه. يعني احنا لو عايزين ندي الزمالك حقه محتاجين سنين. يعني اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد. اهلا بيك كابتن صلاح. اهلا امين. عايز اتكلم معاك. خلاص الزمالك هيرجع مره تانية انتصارات، بنرجع مره تانية مش هقول حته المنافسه على الدوري، هو على الورق والقلم عادي ما تقدرش تقول انه راح، ولكن معنويا ونفسيا اللعيبه الجمهور حاسس ان الدوري راح منه، انت متفق معايا؟ طبعا العوامل كتير، عوامل كتير قوي انك تحس بده. اتكلمت معاك طبعا في اول الحلقه ان في موضوع اوسيريو انت خسرت نقاط كتير بعدت المنافسه، اذا كانت لو المنافسه موجوده ساعتها من بدايه الدوري 100% مع اوسيريو انت خسرتها بنسبه 60-70%. بس كان في كام دروب مع جوزيه جوميز الفتره اللي فاتت، كان ممكن يعني مش السبب فيهم جوزيه جوميز، انت ممكن هتحط يعني. هتحط النادي الاهلي والنادي بيراميدز في ضغوط لو انت مع جوميز مش كويس قوي. انت مع جوميز عشان تاخد الدوري انت لازم يعني تكسب معظم الماتشات او 80% او 90% من الماتشات، والفرق الثانيه برضو لازم اهلي او بيراميدز يخسروا بنقط. اهلي وبيراميدز بقى لهم ماتشات متتاليه كتير مكملين، فاحنا بعيد عن المنافسه فعلا بنعترف بده. مش ممكن تقصير من حد، هو الزمالك اصلا بالدوري او ايا كان تفاصيله باللجنه المسابقات بتسكين الماتشات بكل ده في ليله ما ينفعش اصلا انك تقيمني ولا تقول لي انافس. فين المنافسه الشريفه ولا العدل امينه اللي انت هتسال فيها بجد؟ فين فين عشان احنا ننافس؟ مفيش حاجه. حتى لو انت اصلا بتنافس فين المنافسه؟ في ايه؟ ما اكبر مثال الكونفدراليه، انت لعبت بطوله قاريه وبطوله محليه. بطوله قاريه خدتها، بطوله محليه مفيش، كل حاجه بتضغط عليك، مواعيد المباريات، الجدول مش مظبط، الحكام مبهدلك في ماتشات يعني ممكن تبقى كسبان سكور بتحجمك. احنا بننسى ده بدايه من مجلس الاداره فك القيد الاولاني للفلوس اللي قد كده. انت عارف ان الناس داخله على مسؤوليه كبيره وتركه صعبه هم بيحلوا فيها، واتقفل تاني يعني فاهم انت في انفاق الله يكون في العون، وتفاصيل ان مثلا يقول لك لا لازم الاداره تبعد عن الفرق. اكيد دلوقتي كل التفاصيل بتبان واللعيبه بتتاثر بكل حاجه، والاداره والتيم واللعيبه واحد كلهم في الاخر تحت اسم نادي الزمالك بجمهوره. كل التفاصيل دي انت ظالمني، مش مديني معايير ولا مقاييس ولا اسلوب ولا اي منافسه شريفه في الدوري كله. مش انا بس، كل الانديه، مش الزمالك بس، كل الانديه بجد. طيب اخر سؤال عن الزمالك عشان عايز اتكلم عن المنتخب الاولمبي. الزمالك ان شاء الله هيعمل ميركاتو كويس، وانا بوعد مش بوعد يعني بقول للجمهور انه ما تقلقوش، مشكله القيد خلاص بتخلص، فاضل حاجات بسيطه جدا، فهننسى خالص ان الزمالك محروم من القيد محليا او من قيد اي لعيبه تيجي من بره مصر او جوه مصر. المراكز هتقولي كتير، بس صراحة اسالك خلينا باستفاضه. انا صريح يا مينا وانت طيب. عارف انا عارف وبدون زعل، وعارف ان كلامك اللعيبه على دماغنا وفوق راسنا كلهم، مش بقى جرح، ولكن حد. الزمالك مش هنتكلم عن حد، لكن الزمالك اهم من اي انسان اكيد طبعا. طيب حراسه المرمى الزمالك محتاج طبعا حد يدخل في المنافسه طبعا. يدور على اسم صغير ولا يعني لعيب صغير يدخل المنافسه، ولا لا شايف ان حد نجيب يبقى ند بند زي صبحي وعواد؟ ممكن نجيب حد ند بند، نجيب اسم قوي، نشوف الاسماء اللي عامله رصيد قبل كده ونشتغل عليهم. ممكن احمد الشناوي تشتغل عليه تاني، جنش تشتغل عليه تاني، محمود جاد تشتغل عليه لجون كويس قوي. في اسماء، واللي موجودين عندنا كويسين طبعا، صبح وعواد جوان كبيره وعندهم. انت عايز حد بس يخش منافسه؟ عايزهم هم الثلاثه كل واحد يلعب ماتش عادي. تمام. لا مش موضوع كده ان هو يبقى فيه منافسه شويه، عشان اخطاء صبح وعواد لحد ما الموسم ده كانت مش موفقين. يعني غلطاتهم كانت مؤثره في بعض التفاصيل.
فانت لما هتجيب حد بقى يخش وممكن يركب في اللحظه دي، انا كصلاح لا هبقى عامل حسابي بعد كده لا، عشان في واحد تاني ركب وجمد كخد بوزيشن وانتج وعمل منافسه شريفه ما بين الكل، انا بقى هاجي بعد كده اجز اكتر يبقى تركيزي اقوى، لو انا مركز 70% اركز 80%. اكيد ما حدش عايز يغلط، اي لعيب في الدنيا مش عايز يغلط، بس هي فرق تركيز واهتمام فقط. خط دفاع اتنين بعوده الونش، اتنين مساكين يعني ولا اتنين ايه؟ لا مساك وباك ليفت، مساك وباك ليفت. فالونش صغير مساك هيلعب اساسي مع الونش، مساك هيبقى مع الونش اساسي. لا نسيب المسدوس، المسدوس عامل اداء يعني انت ممتاز، المسدوس يفضل مكمل مساك بصراحة لحد اقتنعت. طب ما لما راح تونس ما لعبش مساك، ما عشان البوزيشن بتاعه هم خلاص متعودين عليه ومقتنعين ان هو فول باك. طب باك رايت طيب دي ما بتعملوش ايرور كوظائف انت لو مكانه؟ يعني انا قاعد النهارده اهو بلعب في الزمالك ثيرد باك، اروح العب الاسبوع الجاي في تونس باك رايت وارجع تاني. انا شايف ان هي تعمل له ايرور في المنتخب بتاعه، مش تعمل له ايرور عندنا احنا، يعني مش هتبقى مشكله عندنا في نادي الزمالك عشان خلاص هو اتعود والماتشات على طول هو بيلعبها في نفس البوزيشن اللي هو في الاستوبر ورا ده. انما في الباك رايت معاهم في تونس اكيد انا خلاص لما انا كمان واحد زي انا كصلاح لما انا كنت بلعب بستة ميد فيلد، جيت بعد كده نادي الزمالك لعبت مساك مشيت بعد كده خلاص اتعودت على ده. كان في بدايه ان انا العب مساك متلخبط طبعا والدنيا شويه معايا مش مركزه في بداياتي، وبعد كده خلاص مشيت كويس خدت البوزيشن بتاعي، نسيت بقى اصل البوزيشن بتاع الاصل اللي هو ستة. فكده كده زي ما انا بتكلم معاك ان هو اتاثر عليه في تونس اتاثر، خلاص انا ما بلعبش في البوزيشن ده كتير. ايفن لو هو مكاني، هي حساسيه لعيب الكوره حساسيه، احساسه بالملعب يعني لعيب الكوره مواقف واحساسه بالملعب. ايفن لو انا زي ما بقول لك هو اصلا باك رايت يعني مسدوس باك رايت وبتلعبه في البوزيشن بتاعه مع تونس واقول لك هيأدي اداء وحش اقول لك ما هو تكرار بيتمرن في نادي الزمالك عليه. على المساك صحيح، تمارين كل يوم ماتشات افريقيا دوري نفس الطريقه، تيجي بتعمل الاوف ده وتيجي على المنتخب وتدخلني في حاجه تانية انت بتفصله. بس هو لعيب كبير عنده الامكانيات بس مش هيدي الانتاج زي ما كان بيديه في المساك. فانت عايز مساك يبقى منافس، يبقى موجود معاهم وباك ليفت. باك ليفت طبعا بديل الشنا صغير، بديل عفوا لفتوح بديل لفتوح. طيب في خط الوسط نص ملعب هحتاج واحد تمانية، واحد بس او ستة، ستة صريح حتى بعد عودة قول معايا زياد والناس من المنتخب كولومبي وشحاتة وزياد ودونجا موجود والكلام ده. عايز واحد في نص الملعب برضه عادي. حسيت ان في زحمه عندنا في نص الملعب. ما هو الزحمه كلها عشان هم معظم نص الملعب، انا بتكلم على الشق الدفاعي ان شاء الله، على الشق الدفاعي سيبك من الهجوم. معظم الناس اللي بتتكلم عليها انت عايز بديل لدونجا يبقى قاعد بينافس مع دونجا. برافو عليك. الكره الثانيه اللي بيرخم اللي هو طارق حامد ده اللي مستني الكره الثانيه يرجع كذا. طبعا لحد ما مش نفسه طارق يرجع. ده لعيب كبير طبعا. قوس الهجوم حتى اللي تحت ال 18 أربعة. نعم أربعة. أربعة إيه؟ أربعة لعيبة؟ اتنين فراودة واتنين وينجا ورايت وليفت. والله أربعة لو أنت عايز تنافس، والفراودة اللي هتجيبه لازم واحد منهم يبقى أفريقي جامد. طب أنت بتقول واحد رايت بديل زيزو، رايت وخلاص مش هو موجود رايت. بس انت رايت ده انت عندك، انا ممكن ارصهم لك يعني. عندي شيكا، عندك شيكا، عندك موتيابا، عندك بس انا ضايق بيلعب الناحيه الثانيه، عندك عادي زيزو. يلعب في كل مكان، يلعب عندك في كل عاطف. مكان عادي يلعبوا في كل مكان الاسماء دي كلها طبعا. بس انا عايز حد مختلف، عايز حد زي بن شرقي فاهم يعني، عايز حاجه كده تشيل معايا. زيزو مش موفق النهارده هو يشيل، مش عارف الكابتن عبد الله مش موفق، ناصر مش موفق، انت عايز التفاصيل دي كلها بجد. اثنين سترايكرز، اثنين مهاجمين، اثنين واسيب الجزيري يدبوا في بعض، اثنين مهاجمين منهم واحد افريقي واسيب الجزيري يقعدوا في التمرين اخلي الجزيري نار طبعا بجد
هو الجزيري جامد قوي طبعا، بس هجيب له واحد تاني معاه فرق معانا لما كان غايب الفتره اللي فاتت. إيه؟ لما كان غايب فرق معانا. اه طبعا، اه معظم تفاصيل شويه اللي هو يبقى التارجت بتاعك، هو مش تارجت ثابت يعني، هو بيتحرك كتير وفي المنظومه اللي بيلعب بها جوميز تساعده. يعني الجزيري يساعد الطريقه بتاعه جوميز، وساعات بيبيلد اب كتير، بيجي في الماتشات اللي هي بتبقى جامده ان هي بتلعب الطويل، هو بيعرف يعمل يقطع من قبل السيرد باك، بيجري بخط بستايل معين تتعب له في مساحه، يقف يقف عليها، يعرف يعمل يجري بيها ويفنش ويجيب جول، بيخلق لنفسه في المنظومه بتاع كروش. انت بتستنى عايز واحد متحرك، منظومه كروش مش هتحتاج السترايكر اللي هو الثابت باللعب بتاعه، مش هينجح معاه. اي سترايكر ثابت مش هينجح مع جوميز. منتخبنا الاولمبي، وما سالتكش عن رايك انضمام زيزو والنني لقائمه ميكالي لمنتخبنا الاولمبي. اه طبعا انا فرحان لزيزو طبعا، ويستحق ان هو يروح بطوله زي دي، بطوله عالميه، بطوله تبقى في السي في بتاعه، يستحق نتيجه مجهود ليه طبعا، وكلها اسباب مكتوبه ان هو يبقى موجود، وزي ما بقول لك يستحق ومبروك ليه طبعا، وشرف لنادي الزمالك انه يبقى طبعا، واكيد اسماء كتير راحت الاولمبيات من نادي الزمالك وزيزو منهم، فده حاجه كويسه طبعا، مبروك ليه. شايف ان النني هيقدر يضيف لمنتخبنا الوطني ولا هو كان بعيد الفتره اللي فاتت بعد طبعا ما استغنى ارسنال؟ من الناحيه الفنيه النني لعيب كبير ولعيب شخصيه محترمه وقائد، بس انا شايف شويه ان هو ممكن كان بعيد كتفاصيل لعب، بس خلاص الاختيار ليه هو يكمل. انا كنت ممكن اشوف عبد الله السعيد يروح، الكابتن عبد الله يروح، ان انا اتوج الكابتن عبد الله بلعبه بادائه بتاريخه اللي عمله مع منتخب مصر، يبقى في اولمبياد يبقى لاعب تفاصيل كتير بانتاجه، انا مش بجامله كمان ان لعبها قبل كده وخد ربنا اداله الفرصه بمجهوده طبعا انه يبقى موجود في 2013 معانا، فانا كنت شايف الكابتن عبد الله يبقى يستحق ان هو يبقى موجود، مش عشان الزمالك بجد والله. اه الكابتن عبد الله بتاريخه، تاريخه في الكره المصريه الكابتن عبد الله يستحق. هجوم مدرسه الراجل ملهاش قوي كده، الراجل داخل مركز على ده برازيلي. ده برازيلي مش هياخد عبد الله السعيد، مدرسته فكر لعب ده كل تفاصيل الكابتن عبد الله المدرب يحبها. طيب ما خدش رايك في الازمه اللي حصلت بتاعه اللعيبه الثلاثه الكبار، وانه الراجل صعبان عليا الصراحه، واحد بيقول له رايح العب بطوله عالميه ليك ثلاثه كبار تاخدهم مع منتخب اولمبي، اسافر غصب عني باثنين واضيع لنفسي فرصه ان يبقى معايا لعيب ثالث، وكان ليه طلبات معينه من حيث الثلاث لعيب. انا مش عايز اقول ان هو اجبر على اختيار اللاعبين لان هو الراجل مختارهم، ولكن كان حاطط اولويات في قائمه كده. شفت الموضوع ده ازاي؟ بكل صراحه. فين الصراحه؟ انت شفت الكلام اللي انت حكيته ده كله بالتفاصيل؟ ما ده واقع. الواقع ده كله اساسه لجنه المسابقات. ترتيب الدوله واللعبات دي كلها واللخبطه والتفاصيل دي كلها، انت لو زي ما بقول لك حاطط السيستم بالمواعيد بالتفاصيل هتاخد اللي انت عايزه وهتشاور عليهم، والدوري يبقى بتاعنا خلصان، واللي يعني انت من رايك لو كان الجدول مظبوط أيوة كان زمانه هيطلب من ده واقع يا مينا بجد، ده كان اللعيبه الفرق مش هتطلب ده واقع يا جماعه. انتوا الاساس اللي بتعملوا الانديه المشكله، ما مش ده واقع. هو الدوري مش ممتد في حد في دوريات بتلعب غيرنا يا جماعه؟ ده بجد والله، الناس ما تزعلش، في دوريات تلعب غيرنا؟ مفيش. وبعد كده تلوم على الانديه، ده بدأوا فتره اعداد، بعد كده تلوم على الانديه يعني بره، ده مش لازم منتخب مصر. طبعا منتخب مصر فوق اي حد، بس انت من الاول، انت من الاول حط سيستم ونظام زي الناس عشان خاطر لما ما توقعش تعمليش مشكله. انت لجنه مسابقات، انت اتحاد كوره بتخدم كل ده، انت بتخدم الكره المصريه، فالانديه جزء وجزء كبير. انت ليه اصلا يعني انت ما تعملش المشكله وبعد كده ترجع تقول ان الانديه مش حابه تودي انديتها ومن حقها، ايفن لو اللوائح من حقها، طب ايه مشكلتك لو انت اصلا عملت اللوائح ده ومشيت قوانينك صح، ولجنه المسابقات حطت الدنيا ومشيت المواعيد كلها زي ما بتتلعب والدوري خلصان؟ ما انت لو شاورت على اي حد هيروح، انت بتصدر المشكله وبعد كده تعمل مشكله، تسال فين المشكله، مين السبب، ما انت من الاول. ده بجد يعني انت الاساس. بس الراجل داخل على بطولة مهمة من وجهة نظرك، مظلوم. مظلوم يا مينا بجد. عارف الراجل طلب نيمار من برشلونة وقبل كده في الاولمبيكس اللي خدها برازيل، هو كان مدرب المدير الفني لمنتخب برازيل وادوا له نيمار،
تمام. هو طلب نيمار. ادوله نيمار. طب شوف شوف يا كابتن، اي حد بيتمنى، اي حد يا مينا في اولمبياد اللعيبه الكبيره كلها تتمنى، اي لاعب في الدنيا بيبقى شايف ان حتى اللعيبه الكبيره اللي انديتها رفضت انضمامها زعلان، معظمهم راحوا، معظمهم لعبوا اولمبياد. وزي ما انا بتكلم معظمهم لعب اولمبياد يعني، في مش شرط. طب ما امبابي مش رايح، فاهم؟ ريال مدريد رافض. هي مش موضوع هنا، انا بتكلم يا مينا ان خلاص اي لاعب كان بيبقى ليه الشرف ليه، احنا خلاص كان الدوري بتاعنا بيخلص. وانت لما تيجي تقول لي لاعب انا عايز اروح منتخب مصر في الاولمبياد، هيفحر ويعافر. بالعكس على فكره، ده تم المشكله للاعيبه اللي هي كانت جاي لها ان هي تروح اسماء معينه والانديه رفضت، هتعمل لهم مشكله مع النادي بتاعه ده بجد، هيبقى نفسه يروح. اللعيبه هيبقى متضايق طبعا، يا جماعه انا عايز اروح اولمبياد ناحيه تسويقيه، رصيد عندي انا في السي في بتاعي لعبت اولمبياد، انت فاهم؟ شايف اروح اطلع بره، لا كله 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 كله. فليه يقابل نجوم العالم، يلعب مع نجوم العالم، ده مهرجان كبير اولمبياد يا مينا، يعني حاجه. سيبك من الكوره كمان، اللي الموضوع هناك والاجواء والناس والالعاب التانيه، في 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 حوار يعني. يعني سيبك من انا السي في خلاص واتحط والناس كلها متشافه وكله عمل سبوت، لا بتعيش حاجات تانيه حلوه بتفرحك انت كلاعب كوره. يعني بتشوف لعبه كذا وبتشوف كذا وده بيتصرف ازاي وبطولات كذا، بتشوف في شغف في حاله، فاهم؟ فانت خلاص مع اللعيبه بتاع لعيبه العالم كلهم، كله كله بتشوف يعني ابطال اولمبياد، كل واحد بقى شوف في مجاله بقى، في رياضته سوري في الرياضه بتاعته، ايه هو ايه بطل اولمبي، في كله بيتشاف هناك، عايش الحاله، عايش البطوله. لا حاجه حلوه طبعا. شايف منتخبنا الوطني هيروح لحد فين ان شاء الله يقدر يرجع ميداليه؟ اتمنى طبعا ان اي حد يتمنى طبعا لبلده ومنتخب بلده انه يحقق ميداليه، بس ان شاء الله يعني يبقى الرجال عندهم مسؤوليه، ينسوا المشاكل وينسوا اي تفاصيل ويركزوا. طبعا ما تعمل لهمش اعداد كويس، انت كمدرب انك تبقى طالب مثلا لاعب فرنسا، لا نفسي مع احترامي يعني بلاعب مثلا اي فرقه مستواها اقل شويه، فاهم؟ كتصنيف عالمي تجيب له فريق بعيد شويه، لا يعني شويه. انا شايف المنتخب الاولمبي مظلوم على ايامنا احنا، لا طبعا كان في سافرنا في كل حته، كل حته لعبنا كل المدارس بصراحه ايام المنتخب بتاعنا 2013 كل المدارس، واللعيبه شوف مين اجمد لعيبه كانت في مصر، كانت تتمنى ان هي تبقى موجوده في البطوله طبعا. لعبت اولمبياد؟ اجمد لعيبه في لعبت مصر. اولمبياد؟ انا اتصبت قبلها طبعا، اتحطيت في القايمه الاحتياطي، اتصبت قبلها في الاماميه، ماز 4 مللي، قعدت 45 يوم. حسيت بايه؟ هو التفاصيل شويه الكابتن هاني هتكلم عليه، اخذ صلاح شويه ان هو كان حاطه مثال لحاجه، انك لاخر لحظه لازم تجتهد انك تبقى موجود او مش موجود، لا ادي في تمرينك واجتهد. صلاح من كباتن المنتخب سنه 89 من اول ما اتعمل من براعم، وفجاه لقى نفسه مش موجود. انا نفسيا كنت زعلان طبعا. يمين انت بتتكلم، انت 21 سنه وكده كده، انا كنت اصغر منهم كمان يعني، اصغر من الجيل 99، ومفتوح لك خلاص وستايل لعبك اصلا هو اللي هناك. البطوله كانت في لندن، الناس تبقى متشاف وستايل لعبك ممكن كنت تتساعد وتتشاف وتظهر ويبقى ليك كارير في مكان تاني خالص، بس اصابه حاجه قدريه مش بايديك ده بجد. وقعدت فتره كبيره قوي في الاماميه، ده المز الاماميه في منشا الاماميه ده كان صعب قوي، 45 يوم دول كان كتير بالنسبه لي. ورجعت على ماتش النادي الاهلي تعادلنا 1-1 مع الكابتن حسن شحاته الكره الحربيه بس. فنفسيا غيرت حاجات كتير من حياتي. انا بالنسبه لي مثلا حجازي لعيب كبير طبعا وبحترمه، مع احترامي يعني، انا كنت بتحط في المنتخب بتاعنا وفي الديفنس، واي حد يتحط مش غرور ولا بقول اي كلام، اللعيبه نفسها ممكن تتسال وعارفه، بس خلاص. مثلا في بطوله حجازي احترف بعديها، حجازي كان بيلعب في الاسماعيلي وكانش بصفه اساسيه، كان ساعات يلعب سعد يلعب معاذ، انما الحمد لله كنت محطوط موجود. فانت برضو بتزعل، بتبقى حاطط اهداف وطموح بس مش موجوده، بتعدي بقى حاجات قدريه دي بتعديها وبتشوف اللي بعده الجديد ايه. الجديد انا ما كنتش موفق قوي بصراحه، بس الحمد لله.
انا كنت مبسوط معاك وبشكرك شكرا جزيلا. الوقت الحلو دايما بيعدي بسرعه. انا كمان مبسوط ان انا كنت موجود معاك وطبعا ان شاء الله الكره المصريه تتجه للطريق الصح بما يليق بالجمهوريه الجديده بتاعتنا، وده اللي حاصل. وان شاء الله كل الناس تتبشر خير ان باذن الله يبقى عندنا منظومه كويسه وسيستم تاني والبطولات ترجع لمصر ان شاء الله تاني باذن الله. اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم النهارده. بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم زملكاوي. تابعونا، توحشوني جدا جدا جدا. سلام.